أعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر قد تقدم لنا فيه كلام طويل، وذكرنا ما فيه من الآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة، وذكرنا ما كتبه العلماء وما قالوه في هذا الباب، بحيث قد جرى في عقائد المسلمين لا يشكك في ذلك أحد، ولا يحملنا على التشكيك في هذا الذي أوحى به ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فبلغنا عن الثقات الأثبات بالأسانيد الصحيحة النظيفة. رأي آفل وقول سخيف لقياس طفولي. إذا صح نهر الله بطل نهر معقل. تفضل. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر، ونسأل الله لإخواننا الذين يزعمون أن العلماء من أول هذه الأمة إلى أن ينفخ النافخ في الصور، العلماء الذين يثبتون ما يثبته ربهم وما يصح لهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لهؤلاء الذين ينفون ذلك برأي سخيف مبني على مشاهدة وقياس منطقي لا يجهله صبيان المدارس والكتاتيب. لسنا نحتاج أن يدرس الدارس فيكون نبغة في الرياضية والفيزياء والكيمياء، ويقرأ في هارفارد ولا في أكسفورد ولا في السوربون، ولا يقرأ في القمر إذا وجدت جامعة في القمر، ليأتينا بهذا نقول وسبحان الله غير، ونتركه كما قال مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لرأي هذا أو لرأي هذا. أسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الرجوع إلى هذا قبل أن يبغتهم عذاب القبر في قبورهم. أسأل الله تعالى لنا ولهم العافية.